من هم السلفية المدجنة وهل هم المداخلة؟ لا، هم غير المداخلة، هم جماعة أخرى. هذه الجماعة دجنتها الأشعرية وهم ينتسبون إلى السلفية، فلهذا سموا بالسلفية المدجنة. وتجد هذه الجماعة يعني تعظم علماء الأشعرية وتمدح الأشعرية، ويعني يوالون الأشعرية بشكل كبير، بل يدافعون عن الأشعرية بشراسة وبقوة بحجة الإنصاف. مع ذلك بنفس الوقت تجدهم يذمون أتباع السلف ويذمون أهل السنة وينتقصون منهم. فهذه هي السلفية المدجنة، وهم من السلف، يعني السلف منهم براء، ولا تجد منهجهم قريب من السلف أبدا، بل تجدهم أقرب الناس إلى تميع مسائل الدين، ولا تجدهم ينصحون بكتب السلف، بل ينصحون بكتب الأشعرية، ومع ذلك ينتسبون إلى السلفية، فسموا بالسلفية المدجنة.